السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل بلاء ووباء. فهيا بنا نبدأ بحمد الله تعالى وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، عن هذا الفيروس القاتل الوباء كوفيد-19 المسمى بكورونا. بسم الله وحده المتصرف في خلقه من الجن والإنس والطير وكل المخلوقات، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه سبحانه، يطعم ولا يطعم، هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هو رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فسبحانه سبحانه رب الناس أجمعين، رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتكلم عن فيروسنا كورونا في هذه الأيام القاتل بإذن الله تعالى. وهل هو الذي تكلم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسم الطاعون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: الطاعون شهادة لأمتي ورجس وعذاب للكافرين. فنسأل الله السلامة والعافية. وهل هو فعلا الذي ابتلي به المؤمنون والصحابة الكرام في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جاءهم في عام وكان اسمه عام الرمادة، أم لا؟ هيا بنا إن شاء الله تعالى. فالطاعون ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا دخل لواحد البلاد عندك وتخرجوا منها باش ما تنتقلش العدوى، لأن الأوبئة كثيرة والوباء إلا دخل خص الناس ما تخرج، واللي مات منه من المؤمنين فهو شهيد، واللي مات منه من الكافرين فهو عذاب ورجس. وأن الإنسان ما يمشيش لديك البلد اللي فيه ذاك الوباء، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. وسنأتي إن شاء الله تعالى بآيات عظيمة وبأحاديث نبوية شريفة صحيحة تتكلم عن هذا الموضوع. فسميتنا لهذا الموضوع الهام هو من طاعون عمواس إلى فيروس كورونا الجديد، من طاعون عمواس إلى فيروس كورونا الجديد. طاعون عمواس وقع في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبة لذلك البلد المسمى بعمواس. لقد عرف تاريخنا الإسلامي ظواهر مشابهة لهذا الوباء، لأن هذا وباء من الأوبئة التي سلط الله عز وجل على الأمة، إما ابتلاء إما عقوبة. فإذا قلنا ابتلاء فهنيئا لنا ولكم، ولا قلنا عقوبة فوايا خيبتنا. وكيف تعامل معها على مختلف المستويات؟ لقد وضح الشرع مسألة التعامل مع انتشار الأمراض الخطيرة ووصف بعض الأسباب المادية التي يمكن استخدامها للحد من الانتشار. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من نهي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله المسلم من دخول الأرض التي وقع فيها الوباء، وكان حينئذ اسمه الطاعون
لأنه يطعن في الإنسان ويقتله مباشرة. ونهيه صلى الله عليه وسلم أيضا عن الخروج من أرض وقع بها الطاعون، وقد تكون هذه الأرض دار كفر وقد تكون دار إسلام. فنسأل الله السلامة والعافية. فالأمر لله وحده، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. واسمعوا قول الله عز وجل حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهنا يخاطب الله تعالى المؤمنون، يعني يا أيها المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن المصيبة تجي، راتت مشتي فيها الله الطلح والصالح. قالت عائشة رضي الله عنها: والمؤمن يا رسول الله؟ قال: الكل يبعث على حسب نيته. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به. النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف اللي كانت عنده البركة ديال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا سمعتم به، إذا سمعنا به، يعني الطاعون، يعني إذا سمعنا بهذا الوباء ديال كوفيد-19 أو فيروس كورونا المستجد، قال: بأرض فلا تقدموا عليه. يعني ما تمشيش برجلك لذاك البلد وتقدم على الوباء ويسالي معك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر معنا الآن، وكأنه يحذرنا عليه الصلاة والسلام. وقال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها، ولا شاف واحد الأرض أنت بها، عندك تهرب، عندك تفر، قال: فلا تخرجوا فرارا منه. علاش؟ لأنه كما قلنا عليه الصلاة والسلام قال: الطاعون إذا أصاب أمتي فهو شهيد، كل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن على الكافرين والمجرمين والخبثاء رجس وعذاب، نعوذ بالله من العذاب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ لكي لا ينتشر ومن مات به فهو شهيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح آخر، وهذه الأحاديث صحيحة التي يقول لك باش عرفناها صحيحة، هل كوفيد دخل؟ إيوا قلت هو الصحيح أم لا؟ تابعين هي الأخبار المزيفة والغير مزيفة. سيروا تطلبوا العلم، وسيروا تذكروا الله، وتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفروا ربكم، وبعدوا من عباد الله، وبلا ما تشفوا في عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون وهو وباء، وقد يكون هذا لأن اختلف فيه علماء أهل ديننا، فقال: الطاعون رجس وعذاب أرسله الله على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا الشيء باين وواضح، ولكن إن شاء الله عز وجل حيت دخلنا في الدين أنا أعطيكم الدواء بالدين. هناك بعض الأدعية اللي تتحميك من الفيروسات والميكروبات بإذن الله تعالى بشرط حضور نية القلب، تكون النية ديالك حسنة، ما تكونش فيك الشك والشكاك، كما قالت الصحراوية وعذاب القبر، اتقوا الله عز وجل. فهذه الأدعية أقسم بالله العلي العظيم إلى زينة، لا الصغير لا الكبير لا الذكر لا الأنثى ولا الغائب ولا الحاضر، وهي الدعاء الأول عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم 3 مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. إوا النبي صلى الله عليه وسلم عطاك الدواء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلا قلتها في الصباح 3 مرات لم تصبك فجأة بلاء، يعني هذا الفيروس هذا كوفيد 19 إلا قلتها 3 مرات الله عز وجل لن يصبك بفجأة بلاء، ما غاديش تخلع به وما تصابش به بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. نعطيكم الدعاء التالي هدية مني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، سيوضع يديه صلى الله عليه وسلم على الريوس ديال الحسن والحسين ويقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ به إسماعيل وإسحاق. ربكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والرسل وعلى نبينا الصلاة والسلام تعوذ بهما إسماعيل وإسحاق ويقول لهم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني الحية والعقارب والأوبئة، ومن كل عين لامة، العين راه حق تدخل الرجل القبر وجمال القدر. ومرة أخرى إن شاء الله نتكلموا على العين، ولكن الدروس ديالها طويلة، انتم اللي عليكم غير لايكونا وحاولوا تصنتوا مزيان وتفعلوا مع الجرس، راه ما غادي تسمعوا غير الخير بإذن الله تعالى. إذا لا كنت بوحدك تدخل: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هاكو الدعاء الثالث اللي تنجي من الفيروسات والميكروبات والأوبئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت يا رسول الله من عقرب لدغتني البارحة. يا رسول الله عضتني واحد العقرب البارح ورا داير لي دابا السخانة ورا مرضاني يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قلت؟ وكو كان هي قلتي أما قلت إذا أمسيت؟ كو كان هي قلتي فاش هذا عشات عليك العشية وصبح عليك الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك، يعني العقرب، لن تضرك يعني العقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام. هاكو الدعاء الرابع، ومرة أخرى إن شاء الله نكملهما 10، ولكن نعطيتكم إن شاء الله 4. ومن الأدعية المباركة الرابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من 4، تيطلب من الله عز وجل ويستعذ ويستغفر ويستعن به باش ينجيه من 4: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذن دائما نقولها وهي نرددها، ولكن نزيد نبينها، هو أنك تبدا تقولها في الصباح وفي العشية، وقولها ما حد الفيروس كاين والله ما تصب به، لأن تستعن بالذي خلق كل شيء، وهذا الفيروس هو صناعة الإنسان، ولكن مما اقترفت أيديهم ومن بعد نبينه. الله ينجينا والبلد ديالنا الحبيبة الحمد لله ما فيها والو، حتى لكانت فيها شي حاجة باش الإنسان يرجع لله ويستغفر. والدعاء الرابع كما قلنا تقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ونجنا اللهم من جميع الميكروبات والفيروسات، خاصة هذا المسمى COVID-19 كورونا. نسأل الله عز وجل أن يكوره ويجمعه ويرسله في البحر ويذهب عنا في الهواء، وأن لا يصيب أحدا إن شاء الله تعالى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وحتى ومن أصابه منا إلا ويموت شهيدا، إنه رب الأرض والسماوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.